بالنسبة للعمايل المارينج هو ما فيهوش غير بياض بيض وسكر وفانيلا باودر. أول ما يتماسك ويعمل لنا الفوم ده ويكون متماسك بنبتدي ننزل بالسكر والفانيلا الباودر شوية شوية والعجان شغال لغاية ما نوصل لمرحلة إن هو بيبقى تقيل، يعني لما باجي بقلبه كده ما بيتقلبش، ساعتها بقى بنشكله بالأشكال اللي احنا عايزينها. بنقدر نعمله كده وناكله، بنقدر نعمله كده ونزين بيه كيكات. دلوقتي كتير في كيكات بتتزين بالمارينج وبيطلع هش جدا ومن جوه بيطلع فاضي كده ولذيذ ومن بره بيقرش. لنعمل مارينج بالشوكولاتة والمكسرات بدنا 4 بياض بيض، كوب سكر، فانيلا. أما للقاع فبدنا 200 جرام شوكولاتة مدوبة وبندق مجروش، وكمان بدنا فستق مجروش. انا هاخد دلوقتي بياض البيض اللي عندنا ونخفقه. لازم نخفقه، بس لازم بياض البيض يكون ما فيهوش ولا نقطه صفار، طبعا ولا نقطه اي حاجه، ولازم العجان اللي هنشتغل فيه يكون ناشف على الاخر، ناشف مزبوط. خالص ما ينفعش يكون فيه حتى نقطه ميه. صحيح. الوصفه ما فيهاش حاجه خالص غير سكر وفانيلا باودر فانيلا باودر طبعا والبيض، تمام. فانا هحط بياض البيض طبعا، يعني الصفار بنقدر نحتفظ بيه. خلينا بس ناخد الاول البياض. اوكي انا هفصلهم. انا هاخد دلوقتي البياض زي ما اتفقنا وهنحطه كده هنا وهنخفقه لغاية ما يبتدي يمسك معانا. أيوة. دلوقتي احنا وصلنا لهذه المرحلة. خلينا اوكي. طيب شوفوا المرحلة اللي وصلنا لها اللي هي كده، شايفين اهو كده، شايفين. هبتدي بقى دلوقتي اضيف السكر اللي عندي، سكر وفانيلا باودر بالتدريج والمكنة شغالة. أوكي. بالتدريج زي ما هي كده، شوفوا. في المرحلة اللي احنا وصلنا لها اهي، في اللي هي دي الستيف بيك اللي هي اكتر مرحلة في جمدان اللي هي الستيف. ابتدينا نحط السكر احنا على السوفت بيك اللي هي لما ابتدت تمسك، ابتدت تمسك وتعمل شكل. بنفضل نخفق بقى بعديها لغاية ما نوصل للمرحلة دي. بناخدها بنقدر نحط تيب لو عايزينها تكون مشكلة زي اللي أنا عاملاها، أو بنحطها في الكيس على طول لو عايزينها تبقى مدورة عادي ما فيهاش شكل. أوكي خلينا زي ما بدكم يعني. طبعا شايفين قد إيه جامدة، بصوا جامدة يعني جدا. جامدة لما بنقلبها كده ما بتقعش، شايفين أهي. دي المرحلة اللي لازم نوصل لها عشان المارينج شكلها فلافي. بتبقى كلها هوا، كله هوا هوا هوا. طيب ممتاز. طيب هذه هي قبل ما نحطها على الفرن. دي قبل ما تتحط في الفرن. اوكي هناخد دلوقتي لازم نحط ورق زبده. شو مهم ورق الزبده بالبيت؟ طبعا للاكلات، للشوي، فظيع صراحه. هنحط بقى ورق الزبدة كده. قبل ما أشتغل هعمل إيه؟ هحط شوية من دول كده هنا عشان ألزق ورق الزبدة عشان ما يتحرك. عشان ما يتحرك. طيب هنشكل بقى زي ما احنا عايزين.
نحطه بعد كده على درجة حرارة 140 150 بالكتير جدا، لازم درجة الحرارة تكون هادية. بيقعد تقريبا 40 دقيقة على ما بيخلص. يعني درجة الحرارة هي الأساس، من 140 ل 150 عشان قليلة. يفضل أبيض. أوكي. أكتر من كده لونه بيتغير. أوكي. يعني لو حرارة أعلى لونه هيتغير، هتخافي هتطلعيه من الفرن هيطلع ناي من جوه. فلازم درجة الحرارة كتير مهمة. وهو لأنه بحس قديه هو هش وطري، صعب إنك يعني بده حرارة قليلة، بدك انتباه ما تتركيه بالفرن. بالضبط. بده يعني. طب قولي لي، الفرن الغاز نفس الفرن الكهرباء بسواه؟ هو دايما يعني تقريبا بس هو فرن الكهرباء ما تقدريش تقولي، لان في افران غازة اعلى في اما الكهرباء واحد ممكن تقدري حرارة 200 180. طيب دلوقتي احنا زي ما انتوا شايفين انا اخدت القطع بتاعه المرنج اهي، بحطها في الشوكولاته كده، بغطس يعني ربعها تقريبا في الشوكولاته، ومن الشوكولاته على اي نوع، حتى لو عايزين تحطوا سبرينكلز، مش عايزين تحطوا مكسرات، بتقدروا بالشكل ده اهي. يعني وان بايت بس فيها باي. الاشياء الزاكية كلها. يا سلام يا غدغودة، سهلة ولذيذة وهشة و... اوكي. طيب ممكن نعملها كمان كده، يعني ممكن نلزقهم كده في بعض. شايفة؟ الزقهم يعني ممكن نلزقهم بأي حشوة احنا عايزينها. طبعا بنقدر، وهذا الحلو بالموضوع. طيب كمان هما الاثنين كده. ايه شو حلو، هاي سندويشه. ايوه هاي سندويتش.